السلام عليكم البنات. هيا من الحشوة نتاع الخبز المعمرة. هنايا طحنت الفلفل الخضر حرور الحمراء والخضراء، طحنتهم مزيان حيت ما بغيتش العجينة تقبل. البصلة زي طحنتها رقيقة بزاف، وكيعجبني انا الزيتون الكحل، طحنته حتى هو الزيتون الكحل مرقد طحنته. عندي هنايا قزبر، عندي هنا الكفته، وهنا ما غاديش نكثر بزاف العطريه، درت غير بزار كمون ومليحه صافي، والزيت باش نشحروا البصله والكفته. هيا نتلاقاو من بعد. يا مور، ما خلينا الكفته والبصله شحرناهم. الفلفل حيت كيعجبني نشم ريحتو مجهده شويه، كنخلي حتى التالي، وكنديرهم حيت طحنتو مزيان التالي، وغادي نديرو غير هكا في التحيره في الساعه ونحيدو هو والزيتون. هنا درت الكفته والبصله شحرتهم. الكفته والبصله شحرتهم، زدت عليهم القزبر، غادي نزيد ديك العطريه هذيك، ها هي هنايا كمون وابزار والملح. ودابا ملي غادي نطفي غادي نزيد الفلفل الحرور مطحون هو والزيتون مقطع. هاي الحشوة فاش تشحرت وطيبناها مزيان، طيبناها مزيان، هاني دابا تشحرت، غادي نخليها تبرد شوية ونديرها في العجينة ديالنا في الخبزة العامرة. دابا اون اتوندون من هادي تبرد، غادي نقبض العجينه اللي غادي نديرها من الفوق، هي رقيقه مزيان. وفاش غادي ندير هاد الحشوه فوق العجينه، غادي المهم غادي تشوفوا معايا دابا في التحضير. دابا انا وزعت الحشوه على العجينه ديالنا هكا مزيان، و اللي بغى يديرها هكا يحط فوقها العجينه الاخرى سي بون، واللي بغى يزيد عاد انا بناتي كيبغيو وليداتي كيبغيو كسميتو فرماج محكوك، غادي ندير فرماج محكوك. تقدروا ديروا الفرماج تشيدار نتاع لي زامبورغور، ولا ديروا لاباش كيري، ولا لي فرماج مثلثات، ولا لي المهم اللي عجباتو شي حاجه يديرها. دابا غادي نحكو الفرماج لي مونتال. كيعجبني هذا اللي نحكو، ما كيعجبنيش نشري هذاك اللي محكوك، ما كيجيش فوندون، ما كيدوبش، كيجي قاسح كينشف، ما كتعرفيش واش دايرين فريمون الفرماج. هذا كنشريه مرصويات بحال هكا، وكنحكو ديريكتومون على لاباط. سي بون غي هكا، وغادي نزيد فوقو هادي. غادي نبقى معها هكا تنبلعها كامله، وغادي من طيب غادي نوريكم كيفاش كتكون. بلعتها، واللي بغى يدهنها بصفر بيضه يدهنها. انا غادي ندهنها بهاد لاصوص، هادي سويت تشيلي ما حراش، دايره فيها هي نتاع الفلفل وزوينه يعني نتاع لي نمس. كندير واحد شويه هكا وكندهنها عليها صافي، وغادي ندخلها الفران. فوالا كي جات رقيقه، الداخل فيها الحشوه.
تقدروا تعمروها غير بالبصله والشحمه، تقدروا تعمروها غير بالبصله والفلفل يعني الخضره اللي تبغيو نتوما، هكا القرعات تقطعوها وتشحروها مزيان مع البصله وداك الشيء، يعني اي حاجه عندكم في الدار تقدروا تقضيو بها. حاميه فوالا، غادي ديرها الفطور.